هو أولا كما قلت لك هو يعني خلط بين صفته كمواطن له قناعاته الخاصة به، نعم، وبين صفته كمسؤول في الاتحاد العالمي. والأمين العام للاتحاد وافقه في هذا الطرح في من خلال البيان الذي قال أن الريسوني تحدث كمواطن مغربي وليس كرئيس اتحاد. لكن كيف جاء هذا الكلام تاع الأمين العام؟ بعد ما اتصلت به أنا. نعم. أنا اتصلت به قلت له ما هذا الموقف الذي اتخذه الشيخ أحمد الريسوني؟ هل يحق له كمسؤول في الاتحاد العالمي أن يدلي بمثل هذه التصريحات؟ بدأ بي تعطيني توضيحات. قال لي سنصدر التوضيحات بعد قليل، قال سنجتمع ونقدم التوضيحات، لكن يؤسفني أن أقول بأن التوضيحات لم تكن في مستوى التساؤلات التي كنا ألقيناها عليه. يعني توضيحات مخدومة بين الأمين العام و... توضيحات يعني جاءت لينة لينة جدا، يعني مهادنة للريسوني ومحاولة يعني مسك العصا من الوسط كما نقول. طيب عاودنا اتصلنا به من جديد، قال لي هو ما كانش يعني أحس بالأبعاد التي أحدثتها هذه التصريحات، ما زال ما كانش عنده فكرة عن ماذا الذبذبة التي أحدثها والغليان الذي يسود هذا المجتمع الجزائري في هذا المسبب. نعم. لما أيقن بذلك عاود هو اتصل بي تليفونيا قال لي نحن نتفهم موقف بلادكم وشعبكم في هذا الموضوع، ونحن نتعاطف مع الشعب الجزائري في هذه القضية، لكن أطمئنك بأننا سنجتمع كلجنة يعني مضيقة ونطلب منه أن يقدم اعتذارا كتابيا. وقدم توضيحا زاد الطينبل. زاد الطينبل. زاد الطينبل. لذلك احنا كنا نستناه باش يقول باللي خانني الاسلوب ولا خانتني اللغه ولا خانني التعبير مثلا او كذا، فما استطعتش نبين كذا، ولست هذا الذي قصدته، ليس هذا الذي فهمه الاخوان، لكن يبدو انه اكد على نفس المواقف الاولى. نعم. باسلوب يعني ليق ادبي شويه، ولكن اكد على نفس المواقف الاولى. اسلوب